نسب إلى سوريا، حيث أعلنت القوات الحكومية السورية يوم الأربعاء الماضي عن تنفيذ وقف إطلاق النار المؤقت لمدة 48 ساعة في مدينة حلب شمال سوريا اعتبارا من الصباح الباكر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي. ولكن وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السورية، تعرضت المناطق سيطرة الجيش السوري لهجمات المعارضة المسلحة بعد إعلان الجيش الحكومي عن وقف إطلاق النار بأقل من 24 ساعة. وفقا للتقارير، تحسن الوضع في حلب يوم الخميس الماضي مقارنة مع فترة ما قبل تنفيذ وقف إطلاق النار، لكن المعارضة السورية المسلحة واصلت إطلاق 20 قذيفة هاون على عدة مناطق في حلب ذات اليوم، علما أن المعارضة لم ترد على مثل هذه التقارير حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، أفادت مصادر الجيش السوري بأن جبهة النصر، وهي فرع من تنظيم القاعدة، شنت هجوما على مناطق سيطرة الجيش السوري في حلب بعد دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ. هذا وتسيطر القوات الحكومية السورية والمعارضة المسلحة وتنظيم داعش على مناطق مختلفة في حلب التي تعد مركزا اقتصاديا وأكبر مدينة في سوريا. ومنذ يوم 23 من الشهر الماضي تفاقمت حدث الاشتباكات في المدينة بشكل كبير، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى. في الوقت نفسه، أعلن الجيش الحكومي السوري يوم الخميس أن محافظة حمص وسط سوريا شهدت تفجيرين نفس اليوم، الأول لسيارة مفخخة والثاني لدراجة نارية مفخخة في بلدة المخرم الفوقاني شرق محافظة حمص. وقال الجيش الحكومي أن التفجيرين أسفرا عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، بينما نقلت وكالة سوريا للأنباء عن محافظ حمص أن التفجيرين أسفرا عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين بجروح، لكن لم تعلن أي جهة أو تنظيم مسؤوليتها عن التفجيرين. هذا وظلت محافظة حمص مسرحا لعدد كبير من التفجيرات، حيث شهدت سلسلة من التفجيرات يوم 21 فبراير الماضي أدت إلى مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروحهم.